سادة المشاهدين، مثل ما عودناكم في تغطية جميع المشاريع لتأهيل وتطوير البنى التحتية، اليوم متواجدين في الحي العسكري لمتابعة السير ومجريات عمل الشركات لتأهيل وتطوير البنى التحتية لبرنامج من الشارع. ابقوا معي وهذه الجولة. السلام عليكم. عليكم السلام. سأعرفنا على حضرتك. أبو زهران مياحي. أعطينا فكرة اليوم على طبيعة عملكم داخل حي العسكري، شنو الأعمال اللي تقومون بيها؟ احنا نقوم بأعمال بنى تحتية متكاملة. نعم. صب شوارع، أرصفة، تبليط، بصورة عامة، اتصالات، كل الأعمال مال البنى التحتية علينا. نعم. يعني العمل ماشي تقريبا، نسبة الإنجاز حاليا 60 إلى 65%. أما تواجهون مشاكل، تواجهون معوقات، شلون تعامل أصحاب الحي ويا الكوادر مالتكم؟ والله بصورة عامة تقريبا الأهالي متعاونة، وإنما إحنا ما نحكم عليها كلها، أكو 5% 6% شوية العالم ما تجاه المرأة، مثلا عندك بالبطحات بغيرها، بأمور بعض الأمور يعني الدعم المواطن كظ الفيس مالته ونشر وكذا وكذا، ما يعرف يعني شركة وتعبانة وكوادر ليل ونهار، يعني شوية تعاون، ما نقول كل الأهالي لا، 5% نقول تعاونهم وذاك التعاون. صاد عملكم اليوم هنا داخل الحي العسكري، شفت واحد لو شفت مين؟ لا شفتين، اكو شفت ليلي وشفت صباحي، يعني العمل من 6 الصبح يسلم الشفت الثاني من 6 العصر تقريبا 3 بالليل هيك، شفتين يعني جاني اشتغل. شفتين؟ شفت للصب مال شفت صب الشوارع وجماعه الارصفه ما ارصفه هاي الامور بالصباحي. شكرا لحضرتك. يعني السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اغاد عرفنا على حضرتك فراس. شنو شغلك هنا ويا الكوادر الشركه؟ والله عملنا هنا انا انقل كاربستون ويا الخلفه، والخلفه جاي يشتغل المواطن، يعني احنا المواطن من نشتغل له اكون متواجد ويانا، يعني اكون من مقافل بابا وماشي، احنا ما ندري البطحه، يريد الكاربستون عدل زين، هذا الخلفه طالع هو على المتر ورا ثواني ورجع لك وقال لك تعال سوي لي اياها بطحه، احنا شلون ضاك ساعة رايحة رادين؟ شو هذا من يتحمل مسؤوليته اذا رجع فلش وش اسمه رجع من جديد؟ هذا اللي يتحمل المسؤولية ابو البيت. ابو البيت؟ اي نعم، لان انت عندك مسؤول عمل جاي يقول لك اشتغل مثل ما يريد المواطن، المواطن هذا الله يدق بابه بالسبعة الصبح غير هو المفروض يطلع يمنا يقول، يعني هسه ذنب بهن 6 بيوت رجعنا عليهن، هذا الخلفة شنو ذنبه؟ يوم يتم 200 متر ما يطلع. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفنا على حضرتك. مالك حميد خليف، مساح مالك حميد خليف. اليوم شنو عملكم بحي العسكري؟ بالحي العسكري عملنا اليوم بدا، العفو اصلا قبل الوادي كاربستون، عندي شغل كاربستون بالعسكري بالاخير بجي 29 واعمال الساقيه. هذه اعمال الساقيه هم بها ارتفاعات يعني؟ طبعا وفق قياسات. قياسات. طبعا تسليط على القليه طبعا. عم بيها مسافات يعني؟ مسافات طبعا، كل مسافة لها قياس تسليط، خلينا نقول 4 سنتيمات أو 3 سنتيمات، شوف حسب المسافة اللي موجودة تتقسم عليها القياسات. هم عندكم تواجهون معوقات مشاكل بالعمل لو ما عندكم؟ يعني بسيطة نتلافاها يعني، أكو معوقات لكن نتلافاها. هم يعني أصحاب الحي هنا شلونهم زينين تعاملهم؟ يعني إحنا ما نقيس واحد مرات بالحي ما يأثر على الباقين، فنتلافى الخاطر الباقين إحنا. شكرا لحضرتك. حبيب قلبي الله يسلمك. السادة المشاهدين، مثل ما شفتوا الأعمال مستمرة في الحي العسكري في تأهيل وتطوير البنى التحتية. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم بلال كريم الشجيري، إذاعة وتلفزيون الصويرة، في أمان الله.